السلام عليكم. دلوقتي هنشوف مثال على الشغل في برنامج الديسك فيوجن، سهل جدا التعامل معاه. طيب دلوقتي هاجي مثلا من الديزاين وهاجي هنا اقول له كريت فورم، وهبدا اختار الشكل اللي انا عايزه. وليكن مثلا الشكل الكوره دوت، تمام. اختار بقى هرسم الجهه دي او الجهه دي او الجهه دي، وهبدا اضغط وادوس الكوره اللي معايا. دلوقتي دي الكوره، ممكن نشوفها مثلا من الجهه ديت او من الجهه ديت. طيب لو انا عايز اعمل سيلكت على بعض الاجزاء، خلي بالنا احنا بنعمل سيلكت ان ممكن هو يكون مش مفعل سيلكت ثرو. سيلكت ثرو يعني اعمل تحديد على عنصر الناحيه الثانيه. لو انا جيت كده وقلت له شلت العلامه دي، تمام، وجيت عملت سيلكت على الجزء اللي فوق دوت بالشكل دوت، المفروض ان انا عامل سيلكت على كله. لما تيجي تبص كده تلاقي الجزء اللي ورا مش معمول سيلكت، عشان كده باجي من سيلكت واقول له سيلكت فلتر واعلم على سيلكت ثرو. كده لما اعمل سيلكت على الجزء دوت واجي ابص كده الاقي نفسي عامل سيلكت على كله. طب هلغى انا الجزء اللي فوق دلوقتي، اتبقى لي الجزء دوت، نقدر نبص عليه كده بالشكل دوت. طيب لو انا عايز اغير السكيل بتاعه على سبيل المثال، ممكن تعمل سيلكت كده رايت كليك اديت فور، تقدر تعدل من هنا. طيب انت عايز مثلا تعدل هنا في الفيرتكس، ولا عايز تعدل في الايدج، ولا عايز تعدل في الفيسز. طيب وانت عايز تعمل سكيل للحاجه، ممكن تعمل سيلكت مثلا على الجزء دوت، تمام، وابدا اصغر بالشكل دوت. طيب لو انت مثلا عايز تعدل في الاجزاء دي، ممكن تعدل دول، تعمل سيلكت على الفيسز ديت، تمام، او ممكن تقول له انا عايز اعدل على الحدود ديت الايدج، فتعمل سيلكت على الحدود ديت، اهو تنديس كنترول عشان اعمل سيلكت عليه. طيب ممكن تيجي مثلا من الجهه دي او من الجهه اللي فوق، مفيش مشكله خالص، وتعمل له موف بالشكل دوت. طيب لو انا عايز اخد تكرار منها، ممكن ادوس على الت واسحب، فتبقى في نسخه ثانيه بالشكل دوت عشان يديني تحكم في دول. طيب لو انت ممكن تعمل سيلكت بقى على الاجزاء ديت، وتقول له الاجزاء دي انا عايز اعمل لها سكيل بالشكل دوت، ده هنا بيعمل موف، ده هنا بيعمل روتيت. طيب انا هقول له انا عايز اعمل سكيل، واروح مصغرها بالشكل دوت. طيب ممكن اجي مثلا من جهه من الجهات دي مثلا، واعمل سيلكت مثلا على دول، واغير في الشكل بتاعها، او اقول مثلا خلي النقط ديت انا عايز النقط اهي، دول عايز اعمل لهم مثلا موف لفوق، لفوق مثلا سنه صغيره كده، وممكن دول اعمل لهم موف مثلا لتحت سنه صغيره بشكل دوت. دلوقتي عايز اديله سيكنس، فاعمل سيلكت على الشكل، واجي من موديفاي واقول له سيكنس، واختار السيكنس اللي انا عايزه. تقدر تكتب الرقم اللي انت عايزه هنا، والتايب بتاعه نوع سيكنس ايه مثلا، سوفت مثلا بالشكل دوت. طيب اقول له اوكي، وابدا اشوفها في ال 3 دي بالشكل دوت. هتلاقي ان هو بدا يدي سيكنس للعناصر بتاعتك، وما بقاش مجرد بس ايه خط وخلاص.